بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال حديثنا حول جانب من علوم الائمه عليهم الصلاه والسلام وقد جمع ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه بعض الأحاديث التي تبين جانبا من علومهم في باب أسماه باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب عن حماد ابن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق يقول تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومئة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة قال قلت وما مصحف فاطمة قال إن الله تعالى لما قبض نبيه دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأرسل الله إليها ملكًا يسلي غمها ويحدثها ويحدثها. فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي. فاعلمته بذلك فجعل امير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى اثبت من ذلك مصحفا ثم قال اما انه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون ذكرنا في حلقات ماضيه أن المصحف في اللغة هو الأوراق المجموعة في كتاب، فالمصحف والكتاب بمعنى واحد، وكما يطلق على القرآن الكريم كتاب باعتبار أنه أوراق مكتوب عليها، كذلك يطلق عليه مصحف باعتبار أنها صحيفات وصحف مجموعه في مكان واحد وليس اطلاق المصحف على القران الكريم الا اطلاقا متاخرا عن رسول الله صلى الله عليه واله وعن زمانه لانه لم يطلق المصحف على القران الكريم في نفس القران في القران نفسه اطلق الكتاب على القران أطلق عليه الفرقان، أطلق عليه الكتاب، وما إلى ذلك، لكن لم يطلق عليه المصحف، وكذلك ليس في أحاديث الرسول صلى الله عليه واله ذلك، وإنما هو اصطلاح متأخر باعتبار أنها صحف مجموعة في كتابٍ، في مكانٍ واحد. فكل كتاب هو مصحف، فمصحف فاطمة بمعنى كتاب فاطمة. في هذا الحديث الإمام ينقل قضية رآها في مصحف فاطمة ثم لما يسأله الراوي عن حقيقة هذا الكتاب يجيبه الإمام الصادق عليه السلام حول ذلك أما السؤال أما الكلام الذي ذكره الإمام الصادق ذكر أنه تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة يعني مئة وثمانية وعشرين من الهجرة المباركة، يعني في أواخر عهد بني أمية، زين ما المقصود بالزنادقة؟ فيه احتمالان، الاحتمال الأول المقصود بالزنادقة الملحدون، الملحد يسمى زنديقًا. لان هذه الكلمه كلمه زنديق هي كلمه معربه من زندك بالفارسيه وهو دين او كتاب ظهر بين الفرس قبل الاسلام وكان اتباعه يسمون بزندك ومن عقائد هؤلاء إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا ملحدين، فلما عربت الكلمة عربت إلى زنديق، ومعناها الملحد المنكر لوجود الله سبحانه وتعالى، لأنه العرب قبل الإسلام كانوا مشركين، المشرك هو الذي يعتقد بالله لكن يشرك بالله غيره يعني الله سبحانه وتعالى ينقل عن هؤلاء المشركين في سورة لقمان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعني يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق زين الأصنام شنو؟ كانوا يعتبرون الأصنام بنات الله ويعبدونها لتقربهم الى الله في سوره الزمر يقول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يعني يتخذون من دون الله اولياء اصنام حجريه او اصنام بشريه لماذا تعبدونهم؟ يقولون نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، يقربونا الى الله. فهؤلاء كانوا يعتقدون بالله، لكن كانوا يشركون به، لأن وجود الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل، أمر ثابت بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والعرب الجاهليون وغيرهم من الامم البدائيه صحيح كانوا منحرفين لكن شيء من فطرتهم كانت باقيه لديهم فكانوا يدركون بفطرتهم ان هذا الكون لا يعقل الا يكون مخلوقا ولا يعقل الا يكون له خالق لكن اما لعدم وجود الانبياء والاوصياء بينهم او لتحريفهم دين الأنبياء والأوصياء اتجهوا إلى الشرك يعني خلطوا الباطل بالحق وبعد الإسلام أيضا لم يكن هناك ملحدون بين العرب في أواخر العهد الأموي ظهر هؤلاء لان الفتوحات الاسلاميه توسعت فالتقى المسلمون والعرب بسائر الناس فتعرفوا على افكارهم كما اثروا فيهم واسلم الكثير من الاقوام الاخرين كذلك تاثر البعض بهم فمن جملة ذلك ان البعض من الاقوام الاخرى كانوا ملحدين فهذا اثر في بعض العرب ايضا فلذا ظهر هؤلاء كان منهم عبد الكريم ابن ابي العوجاء وبحثنا في كتاب التوحيد بعض الروايات في احتجاج الامام الصادق عليه الصلاه والسلام معه وهذا لم يؤمن الى ان مات، كان معاندا، وكان احدهم ابا شاكر الديصاني او الديصاني، هذا ايضا كان ملحدا، لكنه عندما تحاجج معه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وثبت له الحق آمن كما أيضا مرت قصته في كتاب التوحيد لكن هؤلاء كانوا موجودين هذا الاحتمال الأول في معنى هذا الحديث تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومئة الاحتمال الثاني هذه كلمة الزنادقة كناية عن قوم يضرون الدين كما تضر الملاحده يعني الملحد الذي لا يعتقد بوجود الله هذا لا يعتقد باي حكم من الاحكام لان الاحكام جاءت بها الانبياء والانبياء بعثهم الله سبحانه وتعالى زين هذا اصلا ما يعتقد بوجود الله فلا يعتقد بالانبياء، فلا يعتقد بالاحكام. زين اذا واحد لا يلتزم باي حكم من الاحكام الشرعيه، شنو فرق هذا عن الملحد؟ بس الفرق في لقلقه اللسان. الان الملحدين في هذا العصر كثيرون، ولكن الكثير منهم الحادهم ليس عن قناعه، وانما لاجل انه لا يريد ان يلتزم بالاحكام الشرعيه. يتصور انه بعدم اعتقاده بالله يكون في راحة ضمير، لا يؤنبه ضميره، لأنه العاصي يؤنبه ضميره، خلاص هذا مو عاصي لأنه أصلا لا يعتقد بنبوة ولا برب ولا بحكم، فماذا يخالف شيء حتى يكون معصية في زعمه حتى ضميره يأنبه، وبعضهم رد فعل، وبعضهم انبهار بالغربيين الذين رفضوا النصرانية الباطلة ولم يجدوا شيئا من الحق ضلوا الطريق فذهبوا الى الالحاد ولو كانوا يحققون عن الدين الحق لوصلوا اليه لان الله سبحانه وتعالى يهدي من اراد اذا الشخص راح باتجاه الهدايه حقيقه الله يهديه على كل حال فالحاكم أو الحكام الذين لا يلتزمون لا يلتزمون بأية شريعة، هؤلاء كالملحدين لا فرق بينهم، فإطلاق الملحد أو الزديق عليهم من هذا الباب، من باب أن إيمانهم الظاهري وأن إسلامهم الظاهري هو مجرد لقلقة لسان لا يغير من عملهم ومن واقعهم شيء، لذا الاحتمال الثاني أنه يراد بالزنادقة في هذا الحديث بنو عباس. بنو العباس ظهرت دعوتهم في اواخر العهد الاموي. من هم بنو العباس؟ اخوه ثلاثه بداوا، ابراهيم اللي هو اكبرهم، ولذا كان يسمى ابراهيم الامام. الثاني ابو العباس ولقب بالسفاح لكثرة ما أراق من الدماء والثالث عبد الله المنصور المعروف المنصور العباسي اللي هو ثاني سلاطين بن العباس هؤلاء الثلاثة إبراهيم وأبو العباس والمنصور أبناء محمد محمد ابن علي وعلي ابن عبد الله ابن العباس عبد الله ابن العباس حبر الأمة المعروف ابنه علي حفيده محمد وهؤلاء الثلاثة أبناء محمد المنصور عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس ابراهيم الامام ظهر في سنه 128 فلذا قلنا الاحتمال الثاني ان يراد بهذا بهؤلاء ان يراد بنو العباس فاظهروا دعوتهم فبنو اميه قبضوا على ابراهيم الامام وقتلوه من صار بداله ابو العباس السفاح ابو مسلم المروزي من أهالي مرو في خراسان الكبرى أبو مسلم المروزي المعروف بأبي مسلم الخراساني هذا أيضا ثار على بني أمية وكان له أتباع كثر فكتب إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق لم يكن يرتضي عمله أبي مسلم من الخراساني، لأنه كان سفاكا قتالا لا يسير بالحق، وما كان يمكن ضبطه، يسير بما يريد، لذلك عندما جاء الرسول إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وسلمه الرسالة، كان في الليل، كان هناك ضوء مصباح، الإمام الصادق قبل أن يقرأ الرسالة وضعها على المصباح فاحترقت. الرسول رسول ابي مسلم الخراساني سال الامام زين شنو الجواب؟ قال هو هذا الجواب يعني احرق الرساله هذا الجواب وصله يعني انا ما مستعد ان اعطيك الشرعيه. فابو مسلم الخراساني كاتب بني العباس هم هم قبلوا وبجيشه قويت الشوكه لبني العباس، وتمكنوا من القضاء على بني اميه، ولولا جيش ابي مسلم الخراساني لتمكن الامويون من قمع حركه بني عباس. زين ابو العباس السفاح صار الخليفه الاول لسلاطين بني عباس. ما عاش الا فترة قصيرة مات، فخلفه اخوه المنصور، والمنصور حكم يعني سنوات، عشرين سنة تقريبا، زين، ففي هذا الزمان الدعوة العلوية كان رأسها الإمام الصادق، الإمام الصادق ما أراد أن يدخل في هذا الخضم، لذا ما فسح مجال لهؤلاء لكي يستفيدوا من اسمه لأن الإمام كان عنده هدف أهم مو هدف السلطة الدعوة الثانية كانت دعوة بني عباس التي قويت شوكتها بالتحاق أبي مسلم الخراساني إليها الدعوة الثالثة كانت دعوة محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المشتبه من أحفاد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن الحسن هو حفيد الإمام الحسن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن عليه السلام وأم عبد الله فاطمة بنت الحسين يعني الحسن المثنى ابن الإمام الحسن تزوج فاطمة بنت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام. وحاصل الزواج عبد الله ومحمد ابن عبد الله، هؤلاء أيضا كانت لهم دعوة وثاروا في المدينة وفي البصرة وقاتلوا الجيش العباسي وكادوا أن ينتصروا، لكن مشيئة لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى كانت بطريقة أخرى، فقتل محمد ابن عبد الله وقتل إخوته، وصار نكال ببني الحسن مع أن بعضهم أو كثيرا منهم لم يكونوا مع حركة محمد ابن عبد الله. لكن المنصور نكل ببني الحسن أشد تنكيل زين فظهور الزنادقة في سنة 128 يمكن أن يكون إشارة إلى بني العباس لأن بني العباس كان اسمهم أنهم يحكمون بالإسلام وأنهم خلفاء رسول الله وإلا عملا لا فرق بينهم وبين الملاحدة من الأحكام التي خالفوها ومن الجرائم التي ارتكبوها زين هذا كان كلام الإمام الصادق صار مدخل إلى السؤال عن مصحف فاطمة الإمام الصادق يقول تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومئة بأي دليل انت تعلم الغيب تقول تظهر في هذه السنه لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله علم الغيب خاص بالله لكن الله سبحانه وتعالى يطلع على غيبه بعض من ارتضاهم كما في سوره الجن فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول الله يرتضي بعض الرسل، أو يرتضي الرسل فيطلعهم على غيبه، والرسول يخبر، أو الله سبحانه وتعالى يرسل ملكًا، وهذا الملك يخبر، مثل الملائكة الذين أخبروا مريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا كان من علم الغيب. الذي لا يعلمه الا الله لكن الله سبحانه وتعالى اخبر به الملائكه لكي يخبروا بذلك مريم فمريم علمت بهذا الغيب ان الله اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين عبر تحديث الملك اياها الله سبحانه وتعالى اخبر بعضا من غيبه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء أخبر بعضا من ذلك رسوله محمدا صلى الله عليه واله، والملك الله أخبره ليخبر فاطمة فلما سجل هذا في المصحف مصحف فاطمة في هذا الكتاب وقد كتبه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام توارث الأئمة هذا الكتاب فكانوا يقرؤون هذا الكتاب ويعلمون بما فيه من العلوم التي لا يعلمها غيرهم وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليه السلام فهذا رأيته فيه أنه في سنة 128 تظهر الزنادقة قلت وما مصحف فاطمة شنو مصحف فاطمة فالإمام يجيب أن فاطمة حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله حزنت حزنا شديدا يعني لجهات متعددة أولا رسول الله صلى الله عليه وآله حين رحيله قلب كل مؤمن يحزن على ذلك والمعصومون أشد حزنا بعدين هي بنته أيضا يضاف الجانب العاطفي لأن المعصومين عليهم الصلاة والسلام عواطفهم جياشة ومعنى أنه معصوم ما عنده عاطفة لا عنده عاطفة بل هو أكمل عاطفة من غيره حينما توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله يبكي إبراهيم طفل صغير كان حدود السنتين عمره توفي هسه البعض يقولون أنه كانت مؤامرة لقتله من المنافقين على كل حال فكان رسول الله يبكي عاطفة على ابنه ولو هو ابن صغير عمره سنتين أو أقل كان يقول القلب يحترق والدمعة تجري ولا نقول ما يسخط الرب دخل على فاطمة عليه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل لأنه عاطفتهم أيضا كاملة حزنهم أيضا شديد زين هذا مقدار هذا الحزن قد بأي مقدار لا يعلمه إلا الله فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسليها تسلية المصاب مستحبة يعني إذا واحد توفي أبوه، توفي ابنه، توفي عزيز له أن تذهب له وأن تعزيه لتخفف من مصابه، الإنسان عندما يشوف الناس يشاركونه في حزنه هذا ينفس عن غمه وهمه يفرحه لذا اكو في الاحاديث عندنا اذا رحت الى مجلس فاتحه مثلا او اذا ذهبت الى بيت مصاب اظهر نفسك له مو انه تروح تقعد بالمجلس وفي امان لا تطلع ما يشوفك صاحب العزاء صاحب المصيبه لا خلي يشوفك ليش لأن اصل الذهاب الى منزل صاحب المصيبه او الى المكان الذي يقيم فيه فيه الفاتحة، اصل الذهاب إلى ذلك لتسليته حتى تنفس عنه. فأظهر نفسك له. هسه في بقية الأمور خاصة العبادات، الإنسان خاصة المستحبات إذا يفعلها بينها بينه وبين ربه، حتى يكون أبعد عن الرياء. لكن هنا الغرض أن تري نفسك. زين الله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي فاطمة. كيف يسليها؟ فارسل الله اليها ملكا يسلي غمها ويحدثها. وهذا التحديث يسبب تسليه للغم والحزن وتخفيف. زين فاطمه الزهراء كانت تستمع فاخبرت امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام بذلك. فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين يعني كانت لعله تريد أن يكتب ذلك كما يستفاد من بقية الحديث حتى يبقى هذا العلم بين ذريتها فقال عليه السلام أمير المؤمنين إذا أحسست بذلك يعني الملك كان يروح يأتي ليس دائما كان موجودا إذا أحسست بمجيئة وسمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يكتب كل ما سمع زين هذا كل ما سمع اشقد صفحة صفحتين خمس صفحات عشر صفحات لا حتى أثبت من ذلك مصحفا يعني كتاب ذكرنا أن المصحف يعني الصحف المجموعة اللي هي الكتاب يقال للكتاب كتاب باعتبار أنه مكتوب فيه يقال له مصحف باعتبار هذه الصحف صحيفة صحيفة موجودة صفحة صفحة موجودة بعد ذلك الإمام يبين حقيقة مصحف فاطمة أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام في حلقة ماضية بينا الحلال والحرام في كتاب علي عليه السلام أحكام الشريعة كلها أحكام الشريعة كلها موجودة في مصحف في كتاب علي ذاك الكتاب هذا كتاب اخر فيه خبر ما بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله الى يوم القيامه اخبار الملوك، اخبار الامراء، اخبار الدول، ما يحدث على الناس، مصائب، افراح كذا، كل ذلك موجود في هذا المصحف اما انه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون من اليوم اللي كان يحدث الملك فاطمة الزهراء سلام الله عليها، زين هناك أحاديث أخرى أيضا تبين حقيقة المصحف وحقيقة الجافر والجامعة وما إلى ذلك، إن شاء الله سنتطرق إليها في حلقات قادمة. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين